السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن آلة السايفون البلجيكية وازاي هي بتشتغل وازاي بنعمل منها القهوة. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عندكم أي أسئلة بسيبوها لي في الكومنتات. الآلة زي ما انتم شايفين أو جهاز القهوة ده بيجي كده، تمام. هي قديمة طبعا، نظامها قديم شوية. بيجي معايا الجزء ده، وده الجزء اللي هو اللي بيبقى فيه الشعلة، تمام. طبعا بملاه، ده اللي هو بتاع الشعلة. بتملوه طبعا لو عندكم سبيرتو أبيض، ميثان، يعني أي مادة سائلة للاشتعال. بعد كده الجزء التاني اللي بيجي عندي، طبعا ده بيتحط كده على الغطا بتاعها عشان بس ايه، حماية ليه، وفي نفس الوقت ده عشان تقفله خلاص بعد ما تخلصه. في عندي بعد كده الجزء التاني اللي هو دوت، تمام. وهنا انا بحط القهوة هنا، وفي عندي فلتر. هو الفلتر بس ايه، شوية لونه اتغير مع كتر شرب القهوة، هو تقدروا تغيروه بعد فترة يعني، بس ده فلتر قماش، تمام. وديت بتيجي فيها سوستة كده، بحيث ان انا احكم القفلة بتاعة الفلتر عشان القهوة ما تنزلش معايا تحت، تمام. الجزء الثالث اللي هو دوت، هنا انا بحط المية، وهتشوفوا دلوقتي هي بتعتمد ان المية لما بتسخن بتطلع لفوق يعني شوية، ومعتمد على حركة فيزيائية يعني. ده الحامل بيتفتح وبيتفك من هنا، هنفكه دلوقتي عشان نحط المية واوريكم ايه بنشتغل بيهم ازاي. وطبعا ده الغطا، يا يتقفل كده او ان بيتحط كده، وتقدروا تحطوه كده لو انتوا عايزين تسيبوها على ده. خلينا دلوقتي نبدأ نعمل القهوة. مبدئيا انا هحتاج املى المية تقريبا 300 جرام مية، تمام. دي بتتفك من هنا كده، هي طبعا فيها رابر، فدي بتفتح وبقدر اطلع دي، دي هتفتح كده ونطلع دي، تمام. طبعا هحط هنا الازاز عشان بس اصفر الميزان. تمام، هو كده صفر. وبعد كده ابدأ احط المية بتاعتي. انا كده كده بسخنها شوية عشان بس ايه ما تاخدش وقت كتير. محتاج حوالي 300 هنا لسه، بس كده 300 بس، تمام. بعد كده بحطها هنا وهقفل عليها. دي كده عشان تقفل، بربطها تاني واتأكد ان ربطتها كويس عشان ما تفلتش، بس تمام كده. الخطوة اللي بعد كده هولع عليها، تمام. بعد كده طبعا المعلقة دي بتيجي معاها، هي للمكيال. انا بحتاج 20 جرام من القهوة، طبعا القهوة تبقى الطحن بتاعها خشن. اول حاجة هخلي، طبعا انا هنا هقفل دي عادي، تمام، واخليها احطها كده. شوفوا هدخلها بس ايه، اميلها حاجة بسيطة، تمام. بخليها كده لحد ما المية تبدأ تتبخر معايا.
خليها على جنب دلوقتي عشان بس نظبط معايير القهوة بتاعتنا. بالنسبة للقهوة أنا بحتاج 20 جرام، ال 20 جرام دول هنعايرهم الأول. عشان اعاير فيها بعد كده خلينا نصفر وابدأ احط القهوة بتاعتي. هوريكم الميزان اهو، طبعا انا مصفره، عايزة 20 جرام قهوة، والقهوة تبقى الطحنة بتاعتها خشنة. بعد ما بظبط ال20 خليني بس ابعدهم عشان اوريكم هنا. عندي هنا المفروض الميه هتبدأ تغلي معايا، استنى بس عليها شويه تغلي. كده هي المية ابتدت تغلي، بقفل ده، بقفله كويس تمام، وهتلاحظوا ان المية هتبدأ تطلع من الفلتر فوق. زي ما انتوا شايفين المية عمالة تطلع. تمام خلاص، هي المية مش هتطلع اعلى من المستوى ده، اخر شوية دول بيفضلوا. بعد كده باجي باخد القهوة اللي انا عايرتها وابدأ انزلها، وعندي المعلقة اللي جاية معاهم فيها جزء بقلب منه وجزء بكايل بيه، فالجزء ده بس بعمل بغطس بس القهوة كده حاجة خفيفة خالص واسيبها تقعد لها تقريبا ما بتكملش دقيقة. زي ما انتوا شايفين كده القهوة بتكون اختلطت كلها وجاهزة معايا خلاص. طبعا الريحة يعني مش عايز اقول لكم القهوة دي مركزة عاملة ازاي، مجرد بس ما خلاص كده اختلطت معايا بشيل دي النار من تحت، طفيت عليها وهقفلها. تمام انا قفلت دي، قفلتها خلاص، سيبها على جنب. هتكتشفوا دلوقتي القهوة هتبدأ تنزل تاني لوحدها، زي ما انتوا شايفين القهوة هتبدأ تنزل. في الوقت ده انا ممكن احضر حاجة تتقدم مع القهوة. ممكن مثلا في عندي بانكيك أظن، انا عندي البانكيك ده في جاهز. طبعا انا عاده بشربها بدون سكر القهوه دي، بس يعني ممكن في ناس بتحب تحط حاجه حلوه او حاجه، وممكن البانكيك ده
ممكن نحط قطعة بانكيك. طبعا زي ما انتوا شايفين القهوة كلها نزلت ازاي، وده اللي اتبقى فوق عادي في الفلتر. كل اللي بحتاج اعمله بعد كده ان انا هشيل ده، هفك دي خلاص، وبفك السوستة دي وبحطهم هنا كده واشيلها على جنب دي خلاص. دي القهوة بتاعتي، اقدر اصبها كده. طبعا هي اقرب للامريكان كوفي اكتر. الريحة طبعا فظيعة، وبالهنا والشفا. هوريكم دلوقتي بس التقديم سريعا وخلاص. زي ما انتم شايفين هنا انا جبت البان كيك، حطيت مع الموز، وحطيت هنا واحدة كب كيك، وممكن كمان ازود حاجة بسيطة، عندي العسل. طالما انا مش حاطط سكر فبقدر عادي ازود من الحاجات دي، باجي احط العسل براحتي. طبعا في لقطة صورة معينة هوريها لكم دلوقتي ازاي بنعملها، ان احنا بثبت دي كده والعسل ده نازل، اصور دايركت على طول عشان تطلع معايا الصورة لقطة كويسة، هوريها لكم. دي اللقطة اللي كنت قلت لكم عليها، وطبعا بصورها بورتريه. ما تنسوش لو الفيديو عملكم تعملوا سبسكرايب وشير ولايك، واستنوا ان شاء الله فيديوهات جديدة جاية وادوات تقديم تانية.